أعود إليك من جديد سيدة رتيبة، لكن أذهب وأرحب الآن من رام الله بدكتورة تمارا حداد الباحثة في الشأن الإقليمي. دكتورة تمارا، إلى أي مدى ينعكس التصعيد الإسرائيلي الراهن على المنطقة؟ نحن لم نعد نتحدث اليوم عن المأساة في قطاع غزة فقط ولا على الانتهاكات في الضفة الغربية فقط، بتنا أيضا نتحدث عن رفع علم إسرائيل في عيت الشعب في الجنوب اللبناني، وكأنها يعني رسالة واضحة وصريحة أن المخطط القادم هو احتلال الجنوب اللبناني. تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. نعم، ما يحدث اليوم، هناك مشروع دم مخطط للكيان الإسرائيلي تحديدا نتنياهو، لديه أكثر من هدف. الهدف الأول وهو إنهاء حركة حماس تحديدا في قطاع غزة، ثم انتقاله لمنطقة جنوب لبنان. فيما يحدث اليوم في منطقة جنوب لبنان هو ذات السيناريو الذي كان اتباعه في منطقة قطاع غزة. في منطقة قطاع غزة كان يتم استخدام سياسة الأرض المحروقة والأرض المدمرة تحديدا فيما يتعلق بوجود عدد كبير من المواطنين، يتم عملية نزوحهم بشكل قسري، وهذا ما يحدث فعليا كما يحدث اليوم في منطقة شمال قطاع غزة، اليوم يحدث الآن في منطقة جنوب لبنان. ذات الأدوات، ذات الاستراتيجية يتم استخدامها. الهدف الأساسي إنشاء منطقة آمنة عازلة، بمعنى عملية تحويل كما يحدث اليوم في شمال قطاع غزة، بمعنى استقطاع جزء كبير من الأراضي الفلسطينية والتحويل كمنطقة آمنة عازلة بعد التفريغ وعملية انزياح المواطنين الفلسطينيين إلى المنطقة الوسطى. يتم عملية ما يحدث اليوم ذات السيناريو في جنوب لبنان. الهدف الأساسي هو تفريغ عدد كبير من المواطنين اللبنانيين، تحديدا الحاضنة الشعبية. لماذا اليوم هو مركز على منطقة بعلبك بالإضافة إلى منطقة الخيام؟ هناك حاضنة شيعية تحديدا لحزب الله يحاول قدر الإمكان تفكيك هذه الحاضنة، ومحاولة أيضا تهديم أو تدمير معرفة ما أين يتواجد البنية البشرية تحديدا فيما يتعلق حزب الله، محاولة مستقبلا عملية إيجاد من خلال فرض الأمر الواقع، من خلال القصف الجوي، من خلال اتباع السياسة التي تم اتباعها في أرض قطاع غزة، عملية تحويل هذه المنطقة وكأنها منطقة معزولة. نعم دكتورة تمارا، فقط لأعقب على هذه الصورة، وهذه صور حية ومباشرة تأتينا الآن مباشرة من قضاء صور في الجنوب اللبناني، وهذه ألسنة الدخان التي تتصاعد بعد استهداف جيش الاحتلال لعدة مواقع تبدو أنها تقع في منطقة سكنية بحسب ما تظهر هذه الصور. لا تفاصيل أكثر حتى هذه اللحظة عن حجم الاستهداف وعن ربما عدد الضحايا جراء هذا الاستهداف، بالتأكيد سيكون لدينا بعد قليل تفاصيل أكثر حول هذه العملية، عملية استهداف أحد المناطق السكنية أو المربعات السكنية في قضاء صور في الجنوب اللبناني. ونعم دكتورة، يعني كما نشاهد في هذه الصور التي نبثها وتأتينا مباشرة من صور في جنوب لبنان، ونسمع هذه إذن غارة أخرى مشاهدينا نراها الآن حدثت في هذا التو واللحظة. هذه غارة أخرى كبيرة استهدف من خلالها جيش الاحتلال أحد المناطق أيضا في صور، إذن استهدافين متتاليين في صور في الجنوب اللبناني. وكان جيش الاحتلال منذ صباح اليوم قد طلب من المواطنين في عدد كبير من البلدات والقرى إخلاء بلداتهم وقراهم، متحدثا بأنه سيتم استهداف ما أسماها بأنها بنى تحتية ومؤسسات تابعة لحزب الله. إذن كما تابعنا معكم مشاهدينا في هذه الصور الحية والمباشرة، هذا استهداف جديد في هذه اللحظة من جيش الاحتلال لصور في الجنوب اللبناني، وبالتأكيد سيكون لدينا تفاصيل أكثر حول هذا الاستهداف، وهو الاستهداف الثاني حتى هذه اللحظة كما تظهر هذه الصور. نعم دكتورة تمارا، تفضلي بإكمال الفكرة. يعني الفكرة الأساسية أن هناك بالفعل استخدام القصف الجوي من أجل الضغط على التسوية. هناك زيارات لأموس هوكستاين المبعوث الأمريكي إلى المنطقة، تحديدا سوف يتم ملاقاته لنتنياهو. هذه الأسلوب التي يستخدمها اليوم من أجل فرض الأمر الواقع، بمعنى شروط نتنياهو. هناك القيادات المتمثلة ببري بالإضافة إلى حزب الله، عملية التوافق على تنفيذ قرار 1701 تحديدا فيما يتعلق القرار الأممي، لكن نتنياهو وضع عدد من الملاحق
والبنود الإضافية المتعلقة، أن يكون هناك رقابة دولية على إمدادات سواء كان من عملية دخولها من سوريا إلى لبنان أو حتى على مستوى تشكيل وجود رقابة أيضا أمنية وعسكرية، أن يكون هذا الرقيب من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة أن يكون هناك وجود الجيش اللبناني بعدد قرابة 10,000 جندي أيضا الواقع اللبناني، بالإضافة إلى رقابة التنسيق اليونيفل. وتم وضع شروط إضافية أن إذا لم يكن هناك أي قدرة على من قبل الجيش اللبناني بالإضافة إلى الرقابة القوة الدولية تستطيع بإزاحة كل القوة العسكرية الغير نظامية أو الغير رسمية بالنسبة للواقع اللبناني، أن يتم السماح لإسرائيل حرية الدخول الإجراءات الأمنية والعسكرية تحديدا في منطقة جنوب لبنان، بالإضافة إلى حرية الدخول إلى الأجواء السماوية والأجواء المتعلقة خرق سيادة الدولة، خرق سيادة لبنان بشتى وبكل الطرق.